أن الجمعية في السنتين الأخيرتين وصلت إلى مرحلة متقدمة من الفاعلية والإنجاز، وسنطرح الأرقام التي تبين مستوى الفاعلية والإنجاز في هاتين السنتين بالمقارنة مع السابق. ولكن لا بد أن أشير إلى أن هذا الإنجاز ليس هو إنجاز إدارة 2015-2016، هو إنجاز تراكمي منذ أن بدأ الصندوق عمله قبل 10 أو 12 سنة تقريباً. الموقف المالي للجمعية هو المحور الرئيسي في عمل الجمعية، خصوصاً كون الجمعية جمعية خيرية، فهي جمعية تستند في عملها الرئيسي إلى المساعدات. في 2011 كانت إيرادات الجمعية 17,000، مصروفاتها 26. أعتقد كان في أثر للأزمة على حركة الجمعية في الإيرادات والمصروفات، وكذلك في 2012 حدث نمو. في 2013 الإيرادات 53,000. لاحظوا أنا هني ما بذكر الكسور، قاعد أذكر الأرقام بدون كسور، اللي يبغي الرقم الدقيق في التقرير المالي. 2013 إيراداتنا صعدت إلى 53,000 ومصروفاتنا إلى 33,000. في 2014 إيراداتنا ارتفعت إلى 96,000 ومصروفاتنا إلى 61,000، يعني المصروفات إلى الضعف والإيرادات إلى الضعف تقريباً، 100% تقريباً نمو عن سنة 2013. وهذا اللي شجعنا أن نتخذ قرار شراء مقر الجمعية في 2015. في 2015 أيضاً صعدت إيرادات الجمعية إلى 100,000 ومصروفاتنا إلى 85,000، بالإضافة إلى ملحق شراء المنزل وهو 130,000 مع هو 125 مع الرسوم والأمور الأخرى، 130,000 تقريبا. لاحظوا النمو اللي حدث في 2016، من 2015 إلى 2016 إيراداتنا ارتفعت إلى 170,000 ومصروفاتنا إلى 180,000. لاحظوا هذا النمو المضطرد، سنة إلى سنة يتصاعد نمو إيرادات ومصروفات الجمعية. هذا دليل على شنو؟ دليل على أن الجمعية أصبحت تحظى بثقة من قبل المساهمين في القرية وخارج القرية بسبب السياسة التي اتبعناها في مد المساعدات إلى باقي المناطق. أصبحوا الناس يثقون، هذا احنا نقوله والارقام تؤشر له، يثقون وعندنا شواهد عليه تفصيليه في جمعيه النويدرات الخيريه، كونها ما تقتصر في مساعداتها على منطقه النويدرات. يعني احنا نرعى 150-148 يتيم يزيدون وينقصون بسبب الاعمار من النويدرات سند والعكر والمعامير والسترة والنبي صالح، كذا و30 منهم من النويدرات والبقية كلهم من المنطقة. هذا عزز الثقة من المساهمين في بقية المناطق، لذلك هم ما يساهمون يعني بس في الأيتام، يساهمون في مشاريعنا الأخرى، إذا سوينا حملة علاج، حملة لبناء منزل، حملة لأي شيء آخر، كل هذين المساهمين يساهمون ويانا في هذه المشاريع. رايح أعطيكم أرقام أدق عن نسب المصروفات فقط في 2016 إلى الشهر الفائت، إلى الشهر اللي فات.
اللي هو شهر 3. وهذه مؤشرات رقمية دقيقة بالنسبة. المساعدات الشهرية للجمعية والموسمية مثلت 23% من المصروفات، من كل مصروفاتنا حتى الشهر الفائت فقط سنة 2016. المبلغ اللي صرفناه على المساعدات الشهرية والموسمية 39,409، يعني قرابة 40,000 دينار. يعني باختصار نسبة المساعدات نسبة تقريبا الربع من مصروفاتنا هي مساعدات خالصة للأسر المحتاجة. صرفنا على العلاج ما نسبته تقريبا 22%، بواقع 37,382 دينار. هذا مثل حالات علاج داخل القرية وخارج القرية. ومثل ما قلت لكم احنا استراتيجيتنا ان نساعد الجمعيات في مختلف مناطق البحرين في موضوع العلاج. العلاج نعتبره موضوع إنساني. الاستثمار في التعليم يعني المساعدات في الجوانب التعليمية مثل نسبة 7.5% تقريبا، قرابة 12,828 دينار. وإحنا بينا من السابق إن بالنسبة للتعليم بدأنا نهتم به أكثر، نعزز الاهتمام به. فتحنا مساعدة للدارسين في جامعة البحرين، وتمكننا من الحصول على منح دراسية لكل اللي ترعاهم الجمعية الخيرية، وعددهم تقريبا 8 إلى 10. كلهم اللي نرعاهم حصلنا إليهم بعثة الموارد 3,602. طبعا الموارد يمكن انتون بتسألون شنو الأسباب اللي خلت إيرادات الجمعية ترتفع؟ لعدة أسباب. السبب الأول تفعيل لجنة الموارد، أعداد الحصالات في القرية في البيوت في خارج القرية رفعناها بنسب كبيرة جدا جدا، وهذا طبعا هو اللي صرفناه على هي 3,600 على كلها على حركة الحصالة. اثنين، تفعيل دور المرأة. تفعيل دور المرأة أسهم في رفع إيرادات الجمعية. تقريبا مركز المرأة إيراداته تفوق 50,000 دينار، لكن جزء منها يروح مصروفات إلى المدربين ولغيره في حدود يعني 38,000 دينار تدخل على الجمعية من المركز، وهناك عوامل أخرى لرفع الإيرادات. الأيتام صرفنا عليهم 21,000 وكسور. الرقم أكثر من ذلك لأن في أرقام غير مرصودة في خارج السنة، لكن إحنا علينا من المرصود صرفنا عليهم 21% وكسور. المبلغ 36,338 دينار. وهي أيضا نوع من المساعدات. صرفنا على البناء والترميم ما نسبته 6%، المبلغ 10,291. طبعا هذا المشروع مستمر، عندنا بدأنا مثل ما تعرفون أعلننا عن مشروع موئل اللي هو يهدف إلى أن احنا نبني غرفة أو غرفة مطبخ أو غرفة حمام لواحد من الشباب أو أي أسرة، لأن هناك ضرورة أن نبني إليه. شاب مثلاً عمره 18 سنة، 20 سنة، 22 سنة، لكن ما عنده مكان ينام فيه، ينام ويا أخواته أو ويا أمه وأبوه، فنضطر إنه نبدأ بناء غرفة. بس صغرنا المشروع علشان نقدر نتوسع. تقريباً ساعدنا في 2016 4 أشخاص، والآن جاري العمل في واحد من المنازل، وفي خطة قاعدين
نشتغل على منزل آخر. مصروفاتها بالإضافة للمقبرة 10,000 وكسور. هذه النسب للمصروفات في 2016 إلى شهر 3 بلغت 171,212. موقف الجمعية المالي ممتاز، ورغم أيضا في 2015 اشترينا المبنى إلا أن موقفنا المالي ممتاز. رصيدنا المالي الآن رجع إلى ما قبل شراء المبنى تقريبا، إلى ما قبل شراء المبنى تقريبا. الرصيد المالي عندنا بتشوفون في التقرير طبعا راصدين احنا المبنى، لكن الرصيد النقدي تقريبا 100,000 دينار. فموقفنا المالي مطمئن، ونستطيع الوفاء بكافة التزاماتنا المالية، وعندنا في الأفق يعني نقدر نشتغل على خطة طموحة، لأن مركزنا المالي جيد ورصيدنا المالي جيد. مركز المرأة نظم في 2016 فقط 35 دورة، ما أتكلم عن سنتين، عن سنة واحدة فقط 35 دورة. شارك فيها 692 شخص، نظم 7 ورش شارك فيها 150 شخص. طبعا أيضا أشكر الأستاذة سكينة على النشاط وكل العاملات في المركز، يعني يستحقون الشكر. نظم أيضا 10 رحلات، عدد المشاركين فيها 801 شخص، وهذه الإيرادات الإجمالية عندكم 4,565 من كل هذه الأنشطة. مجموع 57 فعالية شارك فيها 1,643 مشترك، يعني رقم المشاركين ممتاز جدا. إن مركز المرأة درب شارك راحوا رحلات 1,643 شخص، وهذا اللي شجعنا على واحدة من التوصيات، وهو تحويل لجنة الفعاليات إلى معهد تعليمي. العضوية العاملة 295، لكن اللي كانوا مسددين عندنا في هذه العمومية اللي سددوا اشتراكاتهم فقط 157، من 295 157 فقط هم من سددوا اشتراكاتهم. العضوية المشاركة 394، ما عندنا ولا عضو فخري ولا أي نوع من أنواع العضويات الأخرى. عدد الرجال في العضوية العاملة 259، النساء 46، النساء 213، المشاركة 47، الرجال 247. شوفوا نسبة مشاركة النساء في العضوية العاملة فقط 7%. هل هذا مرضي مع الدور الكبير اللي تطلع بالمرأة الآن في الجمعية؟ ولاحظتون أنشطة مركز المرأة، أنا في اعتقادي أن هذه النسبة غير مرضية، ونحتاج أن نرفع من مساهمة المرأة في مجال العضوية. هي تساهم في النشاط لكن العضوية قليلة جدا، ونأمل أن في هذه الدورة ترشح مجموعة من الأخوات يساهم فيها. مشاركتهم في العضوية المشاركة أقل 4% فقط، يعني إحنا باختصار لازال عندنا فرص لتفعيل أدوار أخرى في النساء، لازال في طاقات غير مفعلة. جوهر التوصيات ألخص بأن إحنا نمر مرحلة دقيقة تتطلب أن نتحول من جمعية تعتمد على التبرعات إلى جمعية تنموية. التبرعات موجودة لكن ما نعتمد عليها 100%، إذا استمرينا نعتمد 100% على التبرعات 100% بننكمش وربما نتوقف. توصية الأولى، عقدنا جمعيتين عموميتين لهذه التوصية، وهذه اليوم نعرضها بشكل واضح. التقرير موجود تفاصيل هذه التوصية، وهي
بالنص البدء في بناء المرحلة الأولى من المجمع الخيري بالاعتماد على المساهمين وما تحصل عليه الجمعيات من صدقات جارية محددة للمشروع. تذكرون في الجمعية العمومية السابقة ناقشنا وطلبوا الأعضاء أن إحنا نعدل من المشروع بحيث يكون ما تتحمل الجمعية أي مسؤولية لبناء المرحلة الأولى اللي هي المحلات التجارية، وإحنا بالفعل حصلنا على المساهمين اللي مستعدين يبنون المشروع مقابل طبعاً مو تبرع وإنما مساهمة، 30% للجمعية 70% للمساهمين، مقابل الأرض 30% المساهمين يحصلون على 70% وهم يديرون المشروع، ويكون رئيس الجمعية من رئيس اللجنة من الجمعية، وهم اللي يقررون توزيع الأرباح، هم اللي يقررون بناء بقية المشروع، هم اللي يقررون، يعني باختصار يصير مشروع مستقل للجمعية 30% من الأسهم، ممكن تزيده لو حصلت على تبرعات خاصة بالمشروع. البدء في إجراءات شهر نادي رعاية الوالدين، هذا هي أيضا توصية قلناها، وطبعا هذا بيتطلب أن نبني الطابق الثالث في المبنى المملوك من قبل الجمعية، طبعا المبنى ملك الجمعية باسم الجمعية، يعني المشروع هذا مشروع الجمعية. من الطابق الثالث جبنا مهندسين علشان نقدر التكلفة تقريبا لبناء الطابق الثالث، قاعة مع خدمات بسيطة تتسع ل 300 شخص تقريبا، وشقة تجارية أخرى فوق المحلات نأجر هذه الشقة، أو شقتين تصل التكلفة تقريبا إلى 20 إلى 25 ألف دينار. التوصية الثالثة تحويل اللجنة الثقافية، أشرت إليها، بمركز المرأة اللي دربت 2463 شخص إلى معهد تعليمي مشهر رسمياً على أن يكون تابعاً للجمعية بشكل قانوني. الرقم اللي يدربه مركز المرأة يستحق أن نحول هذا النشاط إلى مركز تعليمي رسمي بحيث أنه يكون عنده أفق أكثر إلى العمل. توصية الرابعة تشكيل لجنة للتطوير الحضاري، هذا عدلناه، احنا قلنا لجنة خدمات، واقترح علينا أبونا الدكتور عبد علي ما حضر لأنه مسافر أن نسميها لجنة التطوير الحضاري بالقرية، وهي لجنة تختص بمتابعة شؤون القرية الخدمية مثل رصف الطرق، تصنيف الأراضي، تشجير، تعديلات البسيطة، تطوير المناطق وغيرها. أربع التوصيات كلها تقول لازم نتحول من الاعتماد على التبرعات للاعتماد على مشاريع تنموية، بالإضافة على المشاريع اللي عندنا، الملابس، مركز الملابس، الأثاث المستعمل، عندنا بعض المشاريع غير الرابحة حالياً ممكن تربح في المستقبل، مطبخ حنان، الورق المستعمل، حفظ النعمة، هاي ثلاثة المشاريع لا زالت غير مربحة لكن عائدها الاجتماعي جيد. تحولنا هذا رايح يمكننا من الاستمرار.